حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية. حضرة المقدم، بعد التحية لو تحدثنا عن أبرز الترتيبات المرورية التي تم اتخاذها لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة من خلال توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله، وبإشراف مباشر من سيدي سعادة المدير العام العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، عدد خطة مرورية متكاملة للإدارة العامة للمرور بوضع ضباط وأفراد ودراجات ورجال ثابتة متحركة على جميع مسار هذا السباق التي سينطلق من مجمع الأفنيوز إلى طبعا منطقة بلاد الجزائر والرجوع مرة أخرى في نفس نقطة البداية. نعم. وطبعا مع احنا نشدد على ان هناك لابد ان يكون تعاون من قبل مستخدمين الطريق هذا، وتجنب كل طبعا من لا يرغب في التوجه الى هذه المنطقة الابتعاد عن هذه المنطقة، يعني نتمنى من المستخدمين الطريق ومستخدمين هذه المناطق. نعم، إذن الرسالة موجهة لمرتادي الطريق سعادة المقدم بعدم يعني استخدام هذا الطريق في لعدم الضرورة، يعني لعدم الضرورة. نعم. اللي لا حاجة، لا، في هناك مسارات مفتوحة، بيكون المسار الأيسر محجوز للمتسابقين ولكن المسار الأوسط والأيمن مفتوح. احنا يعني طبعا نؤكد او ننوه للمستخدمين هذه المنطقة، إذا كان لا ليس لك حاجة بهذه المنطقة الابتعاد عن هذه المنطقة، يعني يكون نعم. أفضل أساس أنه يخفف الضغط المروري من خلال التحويلات اللي بنقوم فيها لطبعا تنظيم وتأمين المتسابقين على هذا السباق. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق المقدم عادل الدوسري في إدارة وتنظيم طريق هذا الحدث العالمي. مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية المقدم عادل الدوسري، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.